ما لو تدري ما قال لي لسه هذا اليوم. يوه انا مشغوله مش فاضيه لك لهدرتك اللي ما تخلصش. روح العب ولا ذاك لك كلمتين ولا منك حاجه. طيب شوفي على اقل الدرجات الذي حصلت عليها هذا الشهر. ما تفهمش عربي اقول لك خرج من عندي. خلاص اسمعش الشعر اللي قرأته في الاذاعه المدرسيه اليوم الصباح وصفق لي كل الطلاب. لو ما تخرج من امام وجهي الان لا اسفخك ملطم لما دمك يسي. حاضر حاضر. طيب كلهم مشغولين، امي وابي ولا احد منهم ممكن يسمعني او يحسني، حتى اختي مسكينه طول الوقت في عمل البيت والمذاكره مشغوله مثلهم. خلاص اروح عند اصحابي هم مثلي ويفهموني ويحبوني اكثر منهم، انا شاروح عندهم الان. يما خلصت التنظيف اشتي اروح اذاكر. تعالي ساعديني في المطبخ عاد من وقت طويل للمذاكرة. لكن يما انا تعبت ومن حقي يكون عندي وقت ارتاح والعب واذاكر مثل اخي سامي. سهام قلت ليش تعالي ساعديني قبل ما ابوك يكسر ليش ضل. حاضر حاضر انا جاية. كيف أعمل؟ أصحابي قالوا لازم أسرق فلوس من غير ما يدري بي علشان أروح معهم الرحلة. كيف أعمل؟ لو قلت لأبي مستحيل يديني ريال واحد، ولو قلت لأمي لازم تكلم أبي. ما العمل؟ أسرق من جيب أبي؟ لكن أنا عمري ما سرقت ولا مديت يدي عن جيب أبي ولا سرقت من أحد في البيت أي حاجة. أنا خايف، أنا حاسس أن قلبي بيدق بقوة وكل البيت يسمعه. ما العمل يا رب؟ ما العمل؟ ما تعمل عندك؟ بتكلم نفسك؟ مالك هكذا عرقان؟ جسمك ارتعش؟ انت مريض يا سامي؟ انا بخير بخير جدا، انا بس مستعجل، مع السلامة. مدري ماله. اوه كيف انا تعبة واحتاج لنا. اوه ذكرت الاستاذ الله يسامحه عقبة الصف بسبب البنات اللي ما كتبوش الواجب. وش من عذاب مرعب، نكتب الدرس 50 مرة. يا الله لو معي سحر اكتبهن في دقيقة واطلب من السحرة تكتب واجب صاحباتي والكل. فكرة والله ولا واحدة بتصدق عينها. لما تشوف الدرس مكتوب 50 مرة وجاهز، والله لو في سحر فعلا هذا اسوء وقت. أعوذ بالله، من أنتِ؟ أنتِ طلبتي، أنا الساحرة، لا تخافي، أنا هنا من أجل مساعدتك. الساحرة؟ ما أساعدني، يعني أتحققي لي كل أمنياتي مثل سندريلا. من هذه سندريلا؟ سندريلا الطيبة التي خلتها الساحرة تتزوج بالأمير. أنا ما أعرف إلا أوريقة الحناء. ورشكة الحنة؟ خلاص سهل ذا الحين، خلي الواجب حقي وحق صاحباتي يكمل في دقيقة. صاحباتش 4 وعندي يعني 5، في 50. لو خليت يعني كلهم يكتبوا ما ينكملوش. يعني ايش؟ عندي حل ثاني أسرع وأفضل.
قول تقبلي أنت وصديقاتك في الصف، تقولين للمدرسة أن الواجب هذا كثير وفوق طاقتكن، وحرام عليها تخليك تمتلي بين الدرس 50 مرة بدون فائدة. لا لا مقدرش، أنا خاف منها كثير. لا لا لو سمحتي. ها كلكن تضامنين وكلمينها، لو ما تضامنين وتساعدين أنفسك ما يساعدك أبدا. مع السلامة، اسمع صوت يناديني. أتصل للبنات الآن ونحاول الصباح مع المدرسة. الله يستر. السلام عليكم يا مسامي، وين انت؟ وعليكم السلام، مش بخزن اليوم على غير عادتك. وظل دي اشتريت لسامي لعبة، سبحان مغير الأحوال. أنا قلت بعد الفلوس اللي سرقها من جيبك وراح مع العيال الفاسدين، الله يعلم كيف بتعاقبه. كم مرة ضربته وبهدلت لكن ما سمعش، باقي نجرب حلول ثانية. يبدو أن الضرب في النهاية مش حل. هي للحارة بيعلموه. لا لا، الضرب القسم ما خليتي اسمع لهم، بيثق فيهم. لو ما فيش ضرب كنت ناول جنينة. لا أنا اليوم أجرب أسلوب ثاني، قد اتفقت معه إني ما فيش ضرب خلاص، في تفاهم من اليوم، نجرب من اليوم لمدة شهر ونشوف النتيجة. طيب نجرب. بالمناسبة إيش كنش تتفقي مع سهام؟ على إيش؟ تحملي عمل فوق طاقتها، وسنها صغير ما يسمحش لها بكل هذا الجهد. إيش بتعمل إن شاء الله؟ كنس البيت وغسل الأواني وتنظيف الملابس بس. بس خليها تساعدش مثل سامي يساعدني في العمل، لكن عمل بسيط يناسب سنه، ولو ما تكبر يبقى تحمل المسؤوليه. تلقاها اتفاقنا. على ايش؟ على الاسلوب الجديد، تفاهم بدون عنف وضرب واهانه. طيب نجرب ونشوف. باقي حاجه ننفذها انا وانتي. ما هي؟ ننظم وقت الجات، يعني نخزن يومين في الاسبوع والباقي نخلي للبيت والعيال. اما هذا الاتفاق ما اكره، منها نوفر فلوس ووقت. يعني ما فيش قاد وتفرطها كل يوم، يعني بعد 10 يوه لا 7 لا بعد 5 سنين تكبر البنت وتمسك البيت. يلا طيب نصبر وامرنا لله.